إيه ويكاند وعندنا 20 مارس وعندنا برشا حاجات ياسر مزيانه. باش نبداو اخبارنا فينومينات باش نبداو برنامج نوف الورتاني لاباس شو باش نحكيو على الممثله والفنانه ومقدمه البرامج وعارضه الازياء هو سيفي مازال طويل باش ما خطيت لنا حلقه واحده. عايشه عثمان. عايشه عثمان كانت ضيفه نوفل. احكي معاها على عندها ثلاثه كليبات، عندها كليب عمل 3 ملايين، عندها كليب عمل مليون، والاخر عمل 500,000. قالها مرتضى الفتيتي الفنان يعني محبوب صوته محليه. قالها لي قال يعني الفيو اللي عندها نتاع 3 ملايين نتاع اول كليب شريتهم. كيفاش المقارنة يعني صارت العملية الحسابية النومبر دو فيو 3 ملايين بعاد على الأرقام نتاع لي كومنتير يعني هما يتقاسوا كيكا بيان سور فهمت كي تلقى كومنتير شوية وبرشا اي تشريو من سبونسورينغ على عجلة مخك يقف خلي عاد يبدا سيف السريف ما شاء الله عليه ان شاء الله ما نضربهاش بعين تصبح فهمت دونك قلت له عاد انا كي باش نشري راني شريت الكليب الاخراني اللي عامل 500,000 رجعت عليها بيان سور قتلوا باقي هي يعني في مصارعة مع مرتضى الفتيتي خاطرنا ما نعرفوش وانا يعني عرفته كان وقت لك لاشيني كي يعني كلموني العباد نسمع شنو جاوبت مرتضى عملت 3 ملايين في كهوها وسمع بيا ولا يحكي عليها ويحسب في الكومنتير هذا نجاح بالنسبه لي بالحق معناها انا هذا نسميه نجاح شوف نوفل فما عبيد ما تلقى ما تعمل هكاك كان جاي ناجح بالحق لو كان جاي ناجح كان جاي فنان تونسي ناجح كيما برشا فنانين توانسه امبوسيبل باش يقول فيا اي كلمه والناجح عمره ما ينقد الناس وعمره ما يقول كلام خايب على العباد وبرشا سالوا زاز عليا انا وعمرها ما قالت فيا حتى حاجه خايبه مش على خاطر احنا اصحاب ولا على خاطر جامل فيا خاطرها ناجحه النجاح ما عندوش وقت باش يسب الناس هي الفو دير كلمتها راهي مبيه كلمتها محليها اللي قالت تن النجاح ما يلقاش وقت للعباد اما كومام زاد مرتضى الفتيتي زاد اخر مره نحن حكينا عليه كيفاش زاد كلاش من العماره وكل شيء هو ابارامون عنده مشكله مع البنات البلونديت زاد زعما الله اعلم كيك ان شاء الله خلوا نحن بكش صدف ها بكش صدف الحمد لله جيت زرقاء نحمد ربي لا لا فيش زرقاء صبغه خاطيني الله نغني ولادي في ثنيتو باهي باش نحكيو على انسان عبيد كتبدا متاثره بشخصيه ولا متاثره خبير اخر دخلنا في خبير اخر باش نحكيو على سمير سانكوح كان اللي هو والله صدق زيت اسمه في الدنيا شو بسم بسم الحمراوي سامحني بسم تلمو شخصية سانكوح عاش معانا صغار وكبار الشخصية والله يا سمير سانكوح لازمك حل المهم شخصية ياسر عبيد تحبها على الاخر باش نسمعك اصوات وشوف سمير يعني كيفاش قاعد يحكي ويفادلك بالليل العظيم انت هبلتني في راس عم باش نتسيه لحظة مش نتسيه احكي ما تصرف اقرب غادي اقرب غادي نبقى بحالي كان هو سيدي غادي يخرج في التلفزيون انا باش نطلعوه متحيطو هو كان هادي ساهم لحظة مرات 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 اصبر على هذا يضرب على الورق نعرفو بنادري هذاك ماهوش اورجانيست ماهوش اورجانيست وتحفة كان في يوزر قسم بالله ما عمل تحفة باهي انت كي تسمع الاصوات باش نكشفوا المستور نكشفوا الحقائق باهي انت تو كي تسمع الاصوات هذيا طول شكون يجي في بالك؟ هو الشخصيه اللي عملها هذيا سانكوح وبرنامج جديد عنده مستقل بروحه وحكايه باهي هنا باش نقول لك انا بسام الحمراوي ما تكلمش الجمله من بانفاس داخل خارج هذوما زوز اولاد متاثرين بسام اللي جاوا في برنامج هدي زعيم سانكو حيات هذا منهم بهاء الدين حفناوي جاي من ولايه تطاوين طلع يعمل مسرح وعامل عروض باسم سانكو لا الاخر استاذ عربيه استاذ عربيه من جندوبه لا من واد الليل واد الليل واد الليل سي سا انا اللي قعدت في بالي جوستومون خاطر جي ابريسي انه بسام خليهم ياخذوا شخصيه وبهاء الحفناوي من اللي من تطاوين كريمه عامل عروض يعني عامل قال لك مساش خلي يخدم على روح يخدم على روح قالها سمعتها فريمون انا بدي يعني عجبتني برشا وخاطر ثقه في روحه بس ما عنده جمهور ويظهر يحضر في خدمه زاده
هو عمل ايميسيون زاده جديده اسمها سنكوح حاجه واو برشا واو جديده روعه روعه حاجه مختلف. هو سبحان الله ربي عطيه روح ما وعنده القبول ابار التمثيل وابار انه عامل مسرح ولا حكايه تذيا تحسوا فغي معناها كيما هو هو مش متصنع وي محليه محليه باهي حاجه حلوه فينالمون مش عارك لا مش عاركه مش عاركه هنا محليهم شباب ودنيا اما مشيت لك للعارك ما خليلكش خلفك يا عزيزه باش نحكيو على حاجه توجع القلب مش عاركه الحق نتاع ربي باش نحكيو على مدام زينة الكشباتي المرأة الكبيرة اللي تبيع في التابونة المطلقة عندها أكثر من 24 سنة تربي في 4 بنات وما شاء الله البنات متخرجين الكل ومربيتهم هي وحدها المرأة هذه اللي حكمت عليها المحكمة 900 دينار على شكارة سميد ودبوزة زيت يعني 900 دينار دبوزة زيت يعني نخدم على بنات مطلقة نخدم على بنات يعني اعتباري على يتامى قري فيهم ونخدم يعني والله أقول لك حاجة ريت أنا كي نشوف حاجات هذي نسميها مهزلة نسميها فضيحة يعني أنت المسؤولين الكل يعني مسيبين الدنيا والدين واللي صاير في البلاد والسرقة والشي اللي تحت الطاولة واللي فوق الطاولة واللي في الجهار النهار وتبعوا في مرات في مطيثة متاع الصباح تعمل في خبز ملاوي وطابونة ومن بعد الحمد لله كي وقفولها طيحوا لها الخطية أقل خطية خذيتها 60 دينار خاطر هذيك أقل خطية ما عندناش خطية مع أقلنا من 900 دينار هذي راه من 2018 تحيرت لها تو يعني أنت افهم يعني المرأة كيفاش المرأة تجري على 4 بنات والأربع بنات بطالة والأربعة متخرجين ومتعلقة 24 سنة والله نحكي فيها قسما بالله حس قهرة مش ما فضيحة فضيحة ما تجي كان فضيحة هذي يا رسول اصلا هو كيفاش بدل ورقه وكيفاش عمر الخطيه وكيفاش وقف قدامها ومش هي حاضره وقتها هي مريضه شويه بعثت بنتها يعني تخدمت في بلاصتها كيفاش طفله يشوف فيها كيكه في وسط الطابونه وحاونار وغطسه وباش يعمر لها خطيه يا رسول الله والله بالحق والله شنو رايك انت في الموضوع هذا حاجه مؤلمه بالحق وتسيره تير برشا انه الزوالي هو اللي يدفع الفاتوره غاليه معناها على حسب طاقته وامكانياته معناها الحقيقه تتلمى هي والمعون اللي في دارها والكوفرتات اللي عندها وخطاها ودنيتها الكل ما تجيش عندها 900,000 المراه مظلم وفضيحه فضيحه فضيحه اصلا القضاء بمشاكله بدنيته باللي عاطيه ربي تصور انت يمشي له تدوسي طوله طولين وعرض عرضين كي حل يلقى طابونه وشكاره سميد ودبوزه زيت وفهم انت ما يوصلوهش كما انا كي قلت شكاره سميد ودبوزه زيت ويبدا يخطط ودرشني والقاضي يبدا يقرا يعني مسيبين القضايا الكل من بعد يجي القاضي في اخر سطر يلقى شكاره سميد ودبوزه زيت تخبي الحقيقه مأساة مأساة البارحة نهار الأحد أي البارحة ليل بعنا طو ميكرو تروتوار البارحة حد 20 مارس عيد الاستقلال أيوة البارحة تونس احتفلنا بعيدنا إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير ويا رب إن شاء الله درابونا ديما مرفوع الفوق وديما بلادنا بخير خرجنا للشارع التونسي وقلنا لهم وقتاش استقلت تونس نسمو مع بعضنا فينومين سؤال الحلقة اليوم تونس قداش عندها من اللي استقلت أنا عام استقلت 20 مارس 1956 57 بظن هذيك من بعد تونس قداش عندها من عام مستقلة والله ما نعرف أنا مش عارف أنا كنت من أنا مش أنا حافظ حماة الحماية ليها حماة الحماية ايه حافظها غني هالك طبعا حماة تلحيمة يا حماة تلحيمة مباشر نايا تونس تخلت بعد ما طلقت امي بابا امك وبوك وقتاش طلق طلق وقت اللي استقلت تونس ما نعرفش الدات بالضبط انا ما استقلت في اللي 56 وقتاش استقلت تونس عام 20 مارس لا والله ما نعرف نسيت قد عمرك انت انا عمري 60 سنين استقلت من وقت اللي فرنسا فهمت تونس قداش عندها مستقلة؟ ما نعرفش وما نجاوبش على السؤال هذايا خاطر السؤال تافه. انت وين تاي؟ ما نعرفوش احنا ماهيش تونس اللي نعيشوا فيها. تونس انا عام استقلت. ما نجاوبكش على السؤال هذايا نوصى. بغني لي حماة الحماة. حماة الحماة يا حماة الحماة هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. يا مسواعة سومر يا تونس الخضراء فينومين
فينومين فينومينات كالعادة. اي والله والله قال لي واحد ما نجاوبكش على السؤال تاعي فبلا نوجه له تحيه يرحمه والديه، بعد قال لي نحبك نوس. المهم هذايا اليوم كانت فينومين، ان شاء الله يا ربي كنت خفيف تدل عليكم وان شاء الله معكم اسعد لي. عايشك نوس العزيزه، ميرسي بوكو. اليوم كملت بكري، دخلت بكري تك تك امورنا واضحين. هاي سيدي توا باش ناخذوا حكايه معانا في هدره صحيحه. الموضوع نتاعها خلينا نقولوا قبل ما ناخذوا الانديكاتيف انه معناها تهزت الحقيقه في لي ريزو سوسيو الكل على حكايه حكايه في مستير صارت انه راجل يرمي في ولاده. وي